لدى لقاء سموه بوفد من نساء المحرق، فقد أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالمواقف المشرفة للمرأة البحرينية وبدورها المميز وطنيا في المحطات المفصلية والمنعطفات التاريخية في مسيرة الوطن، مشيدا سموه بدور نساء المحرق في هذه المسيرة. ووجه سموه تحية شكر وتقدير للمرأة البحرينية على إسهاماتها الجلية في الشأن الوطني، مؤكدا سموه أن الحكومة تحرص على دعمها وتمكينها للاضطلاع بدورها في مسيرة البناء والتطوير، وذلك عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ للمرأة مكانتها وحقوقها. وأكد سموه أن مدينة المحرق ذات تاريخ عريق سطرته عطاءات أجيال من الرجال والنساء الذين أثبتوا ولاءهم ومحبتهم للوطن، شأنهم في ذلك شأن أبناء البحرين في مختلف المناطق. وقال سموه إن المحرق عرفت منذ تاريخ بمواقف أهلها المشرفة وتفانيهم من أجل الوطن ووقوفهم مع كل عمل غايته رفعة الوطن وتقدمه، ولها إرث حضاري وثقافي مشهود، وأنجبت العديد من رجالات البحرين ونسائها الذين أخلصوا للوطن فبادلهم الوطن المحبة والتقدير. وأشاد سموه بعطاءات المرأة البحرينية وما قامت به ولا تزال من دور وطني فاعل، مؤكدا سموه بما تتميز به من صفات المثابرة والإرادة والتصميم، استطاعت أن تتجاوز العديد من التحديات وأصبحت شريكا فاعلا في المشهد الوطني، مشددا سموه على أن تلك المكانة المتميزة التي وصلت إليها هي موضع اعتزاز وتقدير من الجميع. وأثنى سموه على دور المرأة البحرينية في حمل لواء العمل الوطني وما تتميز به من الإخلاص في رعاية أسرتها وتنشئة أجيال من الشباب والشابات المفعمين بحب بلدهم والحريصين على أن يكون لهم دور في مسيرة التنمية التي يشهدها الوطن. وأكد سموه أن الحكومة في مختلف برامجها تهتم بالمرأة وتعمل من أجل أن توفر لها الظروف الملائمة التي تعزز من دورها في التنمية وتضمن لها أسباب الاستقرار الأسري والترابط العائلي. وقال سموه أننا نشعر بالفخر والاعتزاز بأن البحرين من الدول الرائدة في منطقة الخليج في تمكين المرأة ومنحها المكانة التي تستحقها كشريك في صياغة مسيرة العمل الوطني وصنع القرار. وأكد سموه أن المرأة البحرينية أخذت مكانها بعلمها وتفانيها وحرصها على أن تتقدم صفوف العمل الوطني إلى جانب الرجل. أنت الوطن وأنت السفن وأنت ربان السفينة، وإننا بصوت واحد منطلق من أعماقنا ومن شقاف قلوبنا نقولها بملء الفم مكتنزة بالإيمان والصدق: خليفة إننا معك. ليحفظكم الله يا صاحب السمو درعا وأمانا للبحرين وأهلها، وسنهتف دائما: خليفة كلنا معك. وقف فكري على باب اللي يصيد وهزه امتحنان، وهو اللي ما نسى ولا ضرى الا نهر طيبك، ذكر انك منار الحب وبيرك نصرة الانسان، ذكر انك الكريم اللي يسر الضيف ترحيبك، وقال اليوم يا در القوافي وجوهر الالحان تجيب لنا المفيد من اللي يصيد او انه يجيبك، عليك من الفكر حارس وبنت من بنات الجان، تخيط لك من الشعر بشتم تزين مواجيبك، وطير الخليفه في سما وصفها حام، حر اشقر وكر على رؤوس نجوم، ما هب قول الزم ولا حده الزام، شوقه على صعب المهمات منهم، في كفه المعطاب شارات الاعدام، يهوى على جور العدا رمية رجوم، شفتك خليفة تمسك السيف بحكام للضد عوب وللخوي عون معزوم، شفتك خليفة تمسك السيف بحكام للضد عوب
من جانبهم أعرب أعضاء وفد سيدات مدينة المحرق عن أسمى آيات العرفان والامتنان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حرص سموه على دعم وتشجيع المرأة وتحفيزها لأن تكون أكثر إقداما على الإسهام في الشأن العام، مؤكدا أن التقدير الذي يحمله سموه للمرأة يمنحها مزيدا من التصميم والعزيمة على المشاركة الفعالة في كل ما من شأنه خدمة الوطن وتطوره. ونوه إلى أن اهتمام سموه بالمواطنين رجالا ونساء في مختلف مدن وقرى البحرين يشكل نهجا أصيلا لدى سموه، الأمر الذي يعمق محبة سموه في قلوب ونفوس الجميع. وأكد الوفد أن ما تحظى به مدينة المحرق من اهتمام خاص من قبل سموه كان له عظيم الأثر فيما تشهده المدينة من نهضة حضارية وعمرانية تتناسب مع المحرق باعتبارها أم المدن في مملكة البحرين.